الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نكمل آخر موضوع، آخر فقرة من الجزء الثاني من الفصل الأول من تمارين 1-2 إيجاد المعادلة التربيعية إذا علم جذرها. راح يبدي القتال اسم الصف، راح أشرح سؤال وراح أعطيك سؤال بنفس الأسلوب، وراح نختار مقاتل من عندكم يلزم المنطقية ويحل السؤال الخاص بك. اكس تربيع، ركز وياي، اكس تربيع ناقص 4 ناقص 2 اي اكس زائد اي تساوي 0. معادلة تربيعية احد جذريها 3 زائد 2 اي، احد جذريها 3 زائد 2 اي. من اقول لك ما هو الجذر الاخر لازم تقول لي بكل شجاعة الجذر الآخر. لا أعرف بكل شجاعة. هذا لو كانت المعاملات حقيقية كان جذران مترافقان. هذا الآي لو ما موجود، لو الآي ما موجود راح أسألك سؤال سريع، سؤال خاطف، وأنتظر منك جواب خاطف. لو كانت الآي ما موجودة أقول لك إكس تربيع ناقص 4 إكس زائد أي تساوي 0. معادلة تربيعية أحد جذريها 3 زائد 2 أي. أكيد الجذر الآخر ناقص 2 أي. بعضهم قال لي 3 ناقص 2 أي، والبعض الآخر قال لا أعرف، والجواب الثاني هو الصحيح. ركز على السؤال، من ذا أقول لك زائد أي ايش وقت تقول لي 3 ناقص 2 اي؟ فقط اذا جبت لك اي تنتمي الى اي. ومال هذا الاي هو 1 زائد 6 اي، ايش مدري؟ فاذا اقول لك جبت قيمه اي تنتمي الى ار، يعني انت تعرف المعاملات حقيقيه بشرط ان تكون هذه ال 2 اي مرفوضه. وفي حاله وجود ال 2 اي، هذه الاي اذا تنتمي الى ار لا تنتمي الى ار، فبالتأكيد المعاملات ليست حقيقية، يعني الجذران غير مترافقان. فإذا كانت المعاملات حقيقية وعلم أحد الجذرين بسهولة راح تستنتج الجذر الآخر. وإذا كانت المعاملات ليست حقيقية، فمن أقول لك إذا كان أحد الجذرين 3 زائد 2 آي، فشنو الجذر الآخر؟ أريدك بكل شجاعة تقول الجذر الآخر لا أعرف، ولكن هذه لا أعرف أحياناً تكون آنية وأحياناً تكون دائمية. هذه الدائمية ما مقبولة من عندك، لكن الآنية هسه لا أعرف، بعد شوية أعرف. من أكثر الصورة القياسية، شنو الصورة القياسية؟ إكس تربيع ناقص مجموع الجذرين في إكس زائد حاصل ضرب الجذرين يساوي صفر. من اجل مقارنه بين المعطيات، الاكس زائد كي هو من هو؟ هو 4 ناقص 2 اي. والاكس في كي هو من هو؟ هو اي. الاكس في كي هو اي. هسه الاكس تعرفه ولا ما تعرفه؟ الاكس تعرفه، والكي ما تعرفه، والمجموع تعرفه. راح ابدي بالجمع، يعني ايش راح اقول هنا؟ راح يصير اكس زائد K تساوي 4 ناقص 2 I، و H في K يساوي A. السبيمة من اللي فيه؟ جمع لو جمع جمع فيني، لأن ال H تعرفه والمجموع تعرفه راح تستخرج قيمته. إذا ايش راح يصير عندي هسه؟ ال H هو 3 زائد 2 I، والكي مجهول، شي يساوي 4 ناقص 2 اي. ايام زمان بالمتوسطه كانوا يقولوا لك 2 اكس تساوي 6 و2 زائد اكس تساوي 6، شنو الفرق بين قيمه اكس؟ واضح جدا، حتقول لي هنا الاكس تساوي 3 و الاكس تساوي 4. اي جبت الثلاثه قسمت على 2، اثنين جبت الاربعه اصطلحت 2، فهذا بيناتهم يم المتغير. اذا كان في حال الضرب يقسم،
وإذا كان في حالة جمع أو طرح يحول بتغيير الإشارة. زين هذا يقسم لو يحول يحول بتغيير الإشارة. إذا راح أقول الكي تساوي 4 ناقص 2 آي ناقص 3 زائد 2 آي. إذا معناها الكي تساوي شلون نتعلم نطرح عدد المركبين؟ العدد الأول يبقى على حاله، أستبدل عملية الطرح بعملية الجمع، أستبدل العدد الثاني بنظير الجمع. إذا معناها الكي شو يساوي؟ 4 ناقص 3 1 ناقص 4. هاي كلها هسه وين راح أتوجه؟ بالضبط. إذا راح أقول إذا اتش في كي تساوي اي. الاش تعرفها سابقا والكي تعرفها حاليا راح تضربها ونطلع قيمه اي. اذا راح تقول الاش من هو 3 زائد 2 هاي والكي من هو طلع عندي 1 ناقص 4 اي يساوي اي. هسه راح اوزع توزيع قياسي 3 في 1 هذا 3 ناقص 12 اي زائد عفوا 2 اي زائد شنو او ناقص 8 اي تربيع تساوي اي. هسه سالب 8 اي تربيع من هون 8 ويا 3 11 ناقص 10 اي تساوي اي. انت حل السؤال. هسه بهذا السؤال ليش بديت بالحل؟ بديت بالجمع وانتهيت بالضرب. السؤال اللي راح اطلب من طالب من عندكم يحله هذه الاربع ناقص 2 هاي او ما يقابلها راح اخليها هنا. والاي راح اجيبها هنا. يعني بما تبدي بالضرب راح تبدي بالضرب. زين اذا بديت بالضرب يعني هذا راح يصير دوت. اقسم يعني شلون تتخلص منها؟ هذا راح ينزل للمقام واذا ينزل للمقام راح يدرس العامل ان ونفسه. طلع عندك الكي هسه اذا بديت بالضرب ليش تنتهي؟ راح تنتهي بالجمع. هسه اعتبر نفسك هسه احنا قاعدين في محافظه بينما ومشاركين بعمليات التحرير ونريد مقاتل وحده يقوم للجانب الايمن ويحرره. منو من عندكم؟ تفضل حسن. يلا هذه البندقية اكتب الصورة القياسية. شنو انتبه بابا انتبه اذا احتاج مساعدة لازم انت تساعد. الصورة القياسية اكس تربيع ناقص اكس زائد كي بعد يحتاج مساعدة لو لا يحتاج مساعدة وين اكس. نعم اي يساوي صفر. الاتش هو 3 زائد اي الكي مجهول. بما راح تبدي بالضرب ولا بالجمع؟ اذا هسه الكي مجهول راح تبدي بالضرب ولا بالجمع؟ اذا الاتش في كي شو يساوي؟ الاتش في كي هو 5 زائد 5 اي. الاتش من عندك؟ نعم الكي مجهول يساوي 5 زائد 5 هاي. قبل شويه كان عندي جمع بيناتهم حولت هسه عندنا ضرب. اذا الكي هو 5 زائد 5 هاي على 3 زائد هاي. ما طول عندي وسط المقام بالتأكيد عامل منسب. إذا إيش راح يصير؟ 9 زائد 1 10 وزع. إذا راح يصير سالب 5 اي تربيع اللي هو موجب 5 ويساوي لا يا شلون هذا سالب لا. اذا راح يصير 20 سالب
ها لا تشفط بالامتحان، لا تشفط لان هنا من اشتغل ضاع الجواهر شكو ما ادري. اذا هنا 15 اي ناقص 5 اي راح يصير زائد 10 اي. اذا هو يساوي حسن 20 زائد 10 هاي على 10 يعني 20 على 10 زائد هو يساوي 2 زائد 2 زائد هاي. اذا الكي عيد كتابته هنا، اذا الكي صفى عندي ايش قد؟ الكي صفى 2 زائد اي فارزه. الاتش منو عندي القديم؟ الاتش يساوي 3 زائد اي. زين هسه اخذت الضرب، بديت السؤال بالضرب، ليش راح تنتهي؟ بالجمع. اذا الاتش زائد كي ايش يساوي؟ ويساوي 3 زائد 2 5 زائد 2 اي. زين هذا الاتش في كي الاتش زائد كي شي قابل؟ يقابل الاي. اذا راح نقول الاتش زائد كي اذا معناه الاي شي يساوي؟ 5 زائد 2 6 10 هذا نمرة. هذا السؤال اذا حله بالطريقه النموذجيه، لكن يتوقع بالامتحان هذه العمليه القتاليه يصير تكون ملغومه. مره تمشي بشارع ما في شيء، ومره شارع فيها الغاب، لازم تكون مركز بالعمليه. هذا السؤال اذا ردت اجيب لك اياه بالامتحان راح اخلي لك لغم صغير بس هنا اسويها زائد. هو السؤال ما الكتاب ناقص فقط اسويها زائد. من تريد تقارن بالصوره القياسيه شوف الاتش في كي هو 5 زائد 5 اي. الاتش زائد كي لا يساوي اي، ليش؟ لان الاشاره سالبه مع القانون. فهذه الزائد اللي نعطيك اياها لازم شو تسويها؟ لازم تسوي سالب في سالب. سالب في سالب موجب، سالب تروح ويا السالب مع القانون. اذا راح يصير الاتش زائد كي شو يساوي؟ سالب يساوي السالب اي، عندها ستكون الاي تساوي سالب 5 ناقص 2 اي. اذا هذا اللغم الاول. عندك القانون العام اكس تربيع ناقص مجموع الجذرين. واذا يقول لي اكس تربيع ناقص اي اكس يعني هذا السالب راح تروح ويا هذا السالب، فقلت اتش زائد كي يساوي اذا كانت هذه موجب. الموجب من جايه؟ جايه من سالب في سالب، سالب تروح ويا السالب مال القانون، والسالب الاخرى راح تكون بالمقارنه راح يصير اتش زائد كي تساوي سالب اي. نعم تقدر تقول سالب اتش زائد كي تساوي، تقدر تقول سالب اتش زائد كي تساوي موجب اي، يصير نفس العمليه راح تصير. اللغم الثاني ممكن يجيك بالسؤال هنا اكتب لك 2 المن تضرب في 2، انت ما عندك معادله حتى تضربها في 2، مو مثل الاسئله مال قبل شويه. شو تسوي؟ لازم تقسم المعادله كلها على 2. يعني هذا شو يصير عندك؟ راح يصير اذا كان هنا 2 راح يصير اكس تربيع ناقص اي على 2 اكس، 5 زائد 5 اي على 2. فالاتش في كي هو من وين؟ هو 5 زائد 5 اي على 2 وتكمل. والاتش زائد كي راح يصير عندك اي على 2. هسه هذه الارقام مكشوفه لكن اخشى عليك من يجيك لغم ما واضح. خلي ارجع السؤال هذا تبع علي. انت كمقاتل لازم تهيئ نفسك لكل المفاجآت. هذا السؤال اللي حليناه هسه بالكتاب قال لك جد قيمة اي والجذر الاخر. السؤال بالكتاب يقول جد قيمة اي
والجذر الآخر. إحنا شو حسبنا؟ حسبنا الجذر الآخر وبعدين قيمة أي. هسه من نروح لأبو العربي نقول له هذه الواو اللغة العربية تفيد الترتيب. الواو اللغة العربية تفيد الترتيب، يعني هسه هنا من أجي أقول حضر إلى الدوام طه ومهدي. طه ومهدي. زين، منو طب البداية للصف؟ احتمال يكون طه، احتمال مهدي، احتمال اثنينهم، اثنينهم مو معاه. طب وسولت. مو؟ بس من أجي أقول طه ثم مهدي. ثم تفيد الترتيب. بالكتاب قايل ويضا. جد قيمة أي والجذر الآخر، انتبه على هذه الملاحظة كلش مهمة. بالكتاب يقول جد قيمة أي والجذر الآخر، زين احنا حسبنا الجذر الآخر وبعدين قيمة أي. إذا صح لو غلط؟ يعطيني درجة كاملة، لأن أقول له الويل في اللغة العربية لا تفيد الترتيب. نقول إن شاء الله بالوزاري هالسنة يقول لك جد الجذر، جد قيمة أي ثم الجذر الآخر. هذا ترتيب مهم. أنا من حسبت الجذر الآخر وبعدين قيمة أي ما راح يعطيني درجة كاملة، إذا أريد يساعدني راح يعطيني 6/10. شلون أخلص من هذه المشكلة؟ أحتاج إلى ملاحظة. هذه الملاحظة إذا عرفتها راح تشد ببالك سونار مال الغام. أنت لو تمشي بالشارع تباوع تعرف هذا اللغة ما ينفع. لكن هذا السونار مو كل واحد يمتلكه، بس صاحب العقل الراجح. تبعاً الملاحظة تقول أي جذر من جذور المعادلة يحقق تلك المعادلة. يعني شنو معناها؟ إذا قلنا الأكس سالبية ناقص 3x ناقص 4 يساوي صفر، معادلة ربيعية. هذه من أريد أحلها راح تصير x ناقص 4 و x زائد 1 يساوي صفر. مو؟ أما x تساوي 4 أو x تساوي سالب 1. هذه جذري المعادلة، من أقول لك جذر المعادلة الربيعية التي جذرها هذا راح أسميه h وهذا راح أسميه k. مو؟ تجمعهم يطلع 3. تضربهم يطلع سالب 4. إذا المعادلة هي x سالب 1 ناقص 3 x ناقص 4 يساوي صفر. انتهت. إذا هذه جذرين سميتهم h و k. زين، إذا ردت مكان ال h عوض x مكان ال x عوض 4 راح يطلع الجواب صفر؟ لازم يطلع الجواب صفر. إذا عوض مكان كل x 4 لازم يطلع صفر. إذا ردت عوض مكان ال x سالب 1 لازم يطلع صفر. فالملاحظة شو تقول؟ أي جذر من جذور المعادلة، أي جذر من جذور المعادلة يحقق تلك المعادلة. يعني هذا 3 زائد 2 اي إنما أنا يا اتش بالسؤال ما راح أسميه لا اتش ولا كي، هذا راح أسميه اكس. هذا المعادلة راح أجي للمعادلة أعوض مكان كل اكس 3 زائد 2. ايش راح يكون عندي مجهود؟ اي راح استخرج قيمه اي بالبدايه. يعني ايش راح يصير عندك؟ راح يصير 3 زائد 2 اي تربيع ناقص 4 ناقص 2 اي في 3 زائد 2 اي زائد اي تساوي صفر. شنو العمليه راح اسويها هسه؟ هذا مربع حدانيه ثم تبسيط، هذا توزيع ثم تبسيط. اقلب عمليه الطرح الى عمليه جمع، اجمع جمع اعتيادي، ايش قد يطلع الجواب؟ اشمره هناك طلعت الاي. يعني راح يصير عندك 9 زائد 12 اي 12 اي زائد 4 اي تربيع مربع حدانيه ناقص 12 زائد 8 اي ناقص 6 اي وياي ناقص 4 اي تربيع زائد اي يساوي صفر. الاربعة اي تربيع سالب 4 يعني 5 زائد 12 اي ناقص هذا 4 16 زائد اي تساوي صفر. اقلب الطرح الى جمع، اذا راح يصير 5 زائد 12
اي زائد سالب 16 زائد اي تساوي صفر هسه سالب 11 زائد 10 اي زائد اي تساوي صفر معناها اي تساوي 11 اي اللي هو نفس الجواب اللي استخرجناه قبل شويه سبحان الله. هسه صارت المعادله صارت اكس تربيع ناقص 4 ناقص 2 اي اكس زائد شنو؟ 11 ناقص 10 اي تساوي صفر. راح ارد مره ثانيه هذا 3 زائد 2 اي راح اسميه نفس العمليه راح اعيدها هسه. الكي منو؟ ما ادري الجذر الاخر. قبل شويه ان كان هذا معلوم بديت بالجمع وانتهيت بالضرب. سؤالك الحليته كان هذا معلوم بديت بالضرب وانتهيت بالجمع، هسه اثنيناتهم معلومه، هسه اكتفي بالجمع وحده او بالضرب وحده. بالجمع فراح يصير اد زائد كي لا 4 ناقص 2 اي وخلاص استخرج قيمه كي، واذا بالضرب راح يصير اتش بي كي يساوي 11 ناقص 10 اي. اذا هذه العمليه راح تعاد. قبل ما نختم محاضرتنا سؤال، قبل كم سنه جبت في احد الامتحانات الشهريه احيانا الشاقه ويا الطالب في فكره صغيره تبع السؤال كان معناه العام مو نصا. اذا علمت ان ركز وياي واحد زائد اي اكس تربيع زائد 3 ناقص 2 اي اكس زائد 5 ناقص 4 اي تساوي صفر. اصبر لي شوية. معادلة تربيعية، معادلة تربيعية جذر مجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين. يعني ما اريد تحلل معادلة ثواني استحضر ثواني اريد مجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين. السؤال ينحل بطريقتين، ينحل بالطريقة المفصلة جدا. هذا سميه اي، هذا سميه بي، هذا سميه سي. بتحله بالدستور وراح ينحل بعد 3 ايام واطلع الجذرين وبعدين تقول مجموع الجذرين هالقد وضرب الجذرين هالقد. الطريقة السريعة شو تسوي؟ هذا واحد زائد اي نزل مقام واحد زائد اي، هذا واحد زائد اي، هذا انتهينا منه. هذا الزائد شو راح اسوي؟ سالب في سالب، اذا هنا راح تكون سالب، هذا راح يصير سالب هنا موجب. اذا منو مجموع الجذرين؟ راح تقول لي مجموع الجذرين ذولا بس اضربها بالعمل المناسب وحاصل ضرب الجذرين ذولا بالعمل المناسب وبعدين راح تقول عاش وعيشه. سعيد.